السلام عليكم. إن شاء الله بإذن الله هنسجل النهاردة يوم 21، تمام؟ هنسجل عن السنتريك سبيسر. السنتريك سبيسر هي حاجة بتكون بالشكل ده أو ليها مواصفات معينة، خلينا نشوفها. بتكون بالشكل ده، السنتر بتاعها مش في النص زي كده مثلا، ده الموقع الأساسي اللي هو الأوبن بيلد. أهي صورة تانية توضيحية برضو. طيب دي الأبعاد بتاعتها اللي هو الـ 2D، تمام؟ لو احنا شايفين الدايرة اللي في النص اللي هي الصغيرة اللي بيركب فيها المسمار، والكبيرة اللي هي القطر الخارجي، ده اللي هو الشكل 3D، ده مكان المسمار. خلينا نبدأ كده، نروح نرسم. تمام، احنا حملنا الصورة. دي الأبعاد، دي الصورة اللي هنشتغل عليها. نفتح برنامج السوليد، نعمل نيو بارت، بعد كده نختار البلان بتاعنا. اختار التوب بلان، خليه نورمال. ممكن نضغط كده كنترول 8 او من العلامة اللي احنا عملناها دي، نرسم شكل سداسي. هنا بيكون لازم الرسمة كلها تكون معمول لها ديفاين حوالين الاوريجين بوينت او نقطة الاصل اللي هي 0.0. نرسم كده، بنضغط ونسحب، حطيناه بأي أبعاد حتى الآن. أقول له أوكي. لو أنا جيت أبص تحت عليه أندر ديفايند، يعني لسه مش متعرف حتى الآن. لو حاولت أسحب من أي جهة هلاقيه بيتسحب معايا. هنشوف ده، لو أنا حاولت أسحب كده الشكل هيكبر، وده حاجة أنا مش محتاجها في الديزاين. أنا محتاج الديزاين يبقى فيكسد بالأبعاد اللي أنا هحددها له. ده يختار السمارت دايمنشن، عندي كذا اوبشن ان انا اخلي الشكل ديفايند، ان انا مثلا احدد كل ضلع والزاوية بينه، او ان انا اخد المسافة بين ضلعين مثلا زي كده، بين الضلع ده والضلع ده. طيب لو انا حملت بقى اعمل الجزء ده هيديني ايرور. الايرور ده بسبب ان انا ما ينفعش اخلي بعدين مختلفين، لان هما مربوطين بريليشن. الريليشن دي بتبقى بين كل ضلع والتاني، او بين الاضلاع اللي بره دي والدايرة الداخلية دي. فانا اقول له كنسل، نرجع تاني عشان نشوف الريليشنز. طيب الريليشن لو انا ضغطت على مثلا خلينا نعمل بعد بين النقطتين دول مثلا كده، انا عمل سيلكت للنقطة اللي هنا دي والنقطة اللي فوقها وخليتهم مع بعض vertical، احدد النقطة دي واضغط كنترول اختار النقطة التانية vertical مع بعض، دي relation كده. الشكل بقى fully defined. اعمل exit sketch، لو انا جيت اسحب كده عشان اعدل فيه مش هيتعدل لانه خلاص بقى fully defined.
كده خلصنا الجزء اللي هو السداسي اللي بره، محتاجين نعمل الاكسترود بقى ب6 مللي. نروح على الفيتشرز، نعمل اكسترود، وهنا بيشرح لي الاكسترود بيتم ازاي. زي ما واضح كده في الصورة الإرشادية دي، هعمل اكسترود. بيظهر لي الشكل في 3D، بيقول لي ان هو دلوقتي متحدد 10 مللي، فانا اقول له خليه 6 مللي واقول له اوكي. كده تمام، كده انا خليت الشكل بتاعي اللي هو السداسي اللي انا كنت محتاجه. اروح بقى ارسم الدايرة اللي جوه والدايرة اللي جوه التانية. الدايرة دي قطرها 7.11 مللي من السنتر، هختار الفيس اللي هرسم عليه او الوش ده او البلين ده، واعمل اكسترود برضو لان انا محتاجها تبقى بارزة. ممكن نعمل كده، نختار نورمال او كنترول 8 زي ما اتعودنا. نيجي نختار دايرة من السنتر بتاع الشكل، هنرسم دايرة قطرها 7.11 مللي. مارك دايمنشن نقول له 7.11 مللي متر. تمام، اعمل اكزيت سكتش. كده الشكل مش ظاهر لي في 3D، هضغط كنترول 7 اشوف محتاج الارتفاع قد ايه. الارتفاع 2.5 مللي، اروح اكتب 2.5 مللي، اوكي. باقي لي الدايره الصغيره محتاجه تبقى مقطوعه او محفوره في الدايره الكبيره دي، يعني معمولها كات او اكسترودد كات. اختار اكسترودد كات، اختار الوش او الفيس او المستوى، كنترول 8 وابدا ارسم الدايره التانيه. وهنا في ملحوظه، مرسمهاش في السنتر عشان ما يربطليش الاتنين ببعض، فاجي اعدل مش هقدر اعدل، برسمها بعيد عن السنتر كده فما يعملش ريليشن بين. ابدا الاوريجن بعيد عن الاوريجن بتاع السيستم كله او التصميم. القطر الخارجي معايا 5 مللي، تمام، اللي هو قطر المسمار عامة. حددت المسافة بينه وبين السنتر والسنتر التاني، قال لي 79 مللي متر. طيب حتى الآن الشكل مش ديفايند، لأن محتاج أخلي ريليشن بين الأوريجن والسنتر بتاع الدايرة الجديدة. فهعمل برضو، هعمل لهم سيلكت الاتنين، سيلكت كنترول سيلكت دي برضو، وأعملها فيرتيكال، أخلي العلاقة فيرتيكال. كده بقول الاتنين فولي ديفاين، تمام. اعمل اكزيت سكتش، كنترول 7 عشان اشوف الشكل في 3D. لو انا خدت بالي كده هو عامل لي كات في الجزء اللي هو متحدد بس بلايند، يعني 2.5 مللي او الجزء اللي انا شغال عليه ده. طيب لو انا محتاجه يقطع في الشكل كله اللي هو من فوق لحد تحت، بختار ثرو هول بدل بلايند دي، اختار ثرو هول. طيب لو انا عندي جزء تحت وجزء فوق ومحتاج اعمل ايه اقطع بين الاتنين، بختار ثرو هول بوث، يعني اختار لي ده والتاني. فكده ايه، ثرو هول اهو قطع لي الشكل كله للاخر. نعمل علامة صح كده، يبقى احنا خلصنا الحمد لله الاسنتريك سبيسر. طيب لو احنا بقى محتاجين نعمل اساين ماتيريال، نضغط كده نعمل كونفيجر ماتيريال، نختار نوع الماتيريال لو موجوده، مش موجوده بنعمل براوز ونختار الماتيريال بتاعتنا منها. الماتيريال دي اللي هي الخام اللي متصنع منها الكومبوننت او المكون ده، نشوف اسمها لو موجوده، وليكن مثلا احنا نختار ستيل
الوي مثلا او الوي ستيل اللي هي سبيكة. تمام، ممكن نشوف برضو شكلها. الميزة ان احنا بنختار الماتيريال بيدينا الدنسيتي بتاعتها والفوليوم والكلام ده، فده يديني امكانية ان انا احسب الوزن والكلام ده قبل ما اصنع زي ما هو واضح كده في الابعاد اللي معطاه دي. اقول له اوكي. لو انا رحت على الابيرنس مثلا بيقول لي ده شكل المنتج بعد ما يتصنع، فانا محتاج مثلا حاجة ستانلس او حاجة تبقى تبان فيها اللمعة مثلا زي كده، فاقول له مثلا اوكي اخترتها ستانلس ستيل مثلا، اقول له اوكي. لو انا محتاج بقى اغير اللون من appearance او edit appearance دي، باجي هنا اختار اللون اللي انا محتاجه بقى اي لون، وليكن مثلا هي بتبقى gray، لون رمادي فاتح مثلا. تمام، لو انا رحت على advanced كده وممكن اعدل بقى في الاضاءة illumination مثلا، جيت تحت زودت الإضاءة شوية، المنتج من كتر الإضاءة هيبان لي إن هو لونه مختلف أو الإضاءة منعكسة منه، بس أنا الجرافيكس عندي مش عالية أوي تظهر الكلام ده. تمام، بس كده هنبدأ نسيفه بقى، نسميه سنتريك سبيسر 6 مللي مثلا.